عن الصيام يقول: ماذا علي أن أفعل وأنا بهذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب؟ الصيام لا علاقة له بخروج الحدث، أنت تصوم وصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج، ما دام أن الصيام لا يشق عليك مشقة كبيرة، تستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب، فإنه يجب عليك أن تصوم. وأما خروج الخارج والشلل وما ذكرت، هذا لا يؤثر على الصيام. نعم.